سهيلة كسار منا ضحية سلاح المتفلت الأولى بلبنان، ولا رح تكون الأخيرة طالما الفوضى الأمنية مستمرة والعادات الرجعية ممارسة من دون عقاب. أنا جاي من الدكانة، فكنت قدام البوابة عنا يعني وعدت وما بقى حس تحتي في شي يعني. وبعدين إجت ماما وحملتني، طلع رحنا على الدكتور قال إنه بدت صورة، رحنا عملنا صورة، طلع بالصورة في رصاصة. أمي صارت تقول إنه هيدي ما رصاصة، من جاي الرصاصة تكون بلعت لشي 500 هيك. قرب المصور الصورة بعدين قالوا هيدي رصاصة. بعيش اللبنانيين هاجس السلاح المتفلت والخوف منه بكل لحظة ودقيقة، والكل على سلاحه والكل معه سلاح. سهيلة فقدت مدرستها، فقدت تمشي على الدرج، فقدت تشوف رفقاتها. اليوم سهيلة بهذا البلد اللي نحن واعيين وماشيين ما عم نلاقي حدا يهتم فيها، فكيف هي بحالتها هي وماشية وعيت؟ سهيلة 8 سنين متجنن مثل القمر، بحاجة إلى حياة جديدة. درب شفاء سهيلة طويل جدا، فالرصاصة أصابت العمود الفقري، وشو صعب هالأيام واحد دق وشوكة بغياب البنج والأدوية والبنزين والميل المحجوز ومراكز التأهيل والضمان. لا تنزلي على بيروت يمكن في مركز واحد او ما بعرف شو، لا في بنزين، مقطوع الطرقات، ما بتعرفي امتى بيقطعوا الطرقات. بدي بس انه حدا نستفاد ونعالج البنت لتقدر تمشي. الله يوفقه، بس ما بقى يعيدها ولا يقوص، وما بدي حدا يقوص بقى، لا لانه بيتأذوا الأولاد، وقبل ما يقوص بده يعرف وين بتوقع. أنا بطل رح أمشي أكيد إن شاء الله. سهيلة في حال مشيت أو ما مشيت، مين رح يعوض عنا ألامها النفسية والذكرى البشعة بخيالها؟